بأجهزة متطورة وبفكرة أراقية، تم افتتاح مستشفى قلب الأطفال للعناية المشددة في الناصرية والوحيد في العراق، إذ أعلن عن هذه الردهة لتخفيف الزخم الحاصل منذ سنين على مستشفى القلب الرئيسي ولزيادة السعة السريرية في المستشفى. اليوم حقيقة نفتتح مشروع عناية مركزة لجراحة الأطفال. طبعا هذا شيء نفتخر به، وأن يكون مركزنا مركز القلب أول مركز يقوم بهكذا مبادرة، لأنه حقيقة هذا العمل عادة ما كان مدمج مع العنايات القلب للكبار والصغار. تبي أجهزة حديثة ومكائن رئة أو مكائن التنفس الاصطناعي اللي هي أحدث شيء. هذه العناية مستقلة بكادرها وتجهيزاتها، يعني وحدة منفصلة. ليش أنشئتها؟ شنو الفكرة منها؟ الفكرة منها أنه لأنه ازدياد عدد وزخم الحالات اللي تجينا من مختلف المحافظات. ومع ارتفاع عمليات القلب، ترتفع وتيرة زيارة المرضى للمستشفى من مختلف المحافظات، بعدما كان المرضى يعالجون في دول الجوار، في وقت تعهدت إدارة المستشفى بتقديم أفضل الخدمات للمرضى وذويهم. عندي مبلغ من المال، يعني اسوي اقوم بعمليه ابني، حولوني لتركيا وحولوني للهند، وهسه الحمد لله والشكر عندنا خدمات هنا بالعراق ومركز محافظه الناصريه قام بعمليه ابني، والحمد لله خدمات يعني كلها ببلاش. عده فتحه بالقلب وصمام. لقناه التغيير إيهاب الخفاجي، الناصريه.